في السعودية يشيع اليوم جثمان ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز في جنازة وطنية كبرى بحضور حشد كبير من القادة والمسؤولين العرب والأجانب من أكثر من 100 دولة عربية وإسلامية. جثمان الأمير سلطان وصل أمس إلى قاعدة الرياض الجوية، وكان في مقدم مستقبلي الجثمان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يتعافى من عملية جراحية أجريت له في الظهر أخيرا. أيضا كما نتابع في هذه الصورة يحضر الملك عبد الله بن عبد العزيز، يحضر مراسم الصلاة على ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله كما نتابع في هذه الصور طبعا رغم وضعه الصحي. على كل حال هناك شخصيات من دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والدول العربية أعلنت الحداد وإلغاء جميع الاحتفالات الرسمية، وتتجه أنظار السعوديين هذا اليوم وعصرا إلى مقبرة العود التاريخية التي دفن فيها ملوك الدولة السابقين، حيث سيوارى جثمان ولي العهد السعودي الثرى. ومعي من الرياض للمزيد مراسل العربية خالد المطرفي، وهذه الصور تأتينا مباشرة من الرياض. خالد، حدثنا الآن ما الذي يجري كبداية لمراسم التشييع والصلاة؟ الآن انتهت صلاة العصر، وستقام في هذه اللحظات الصلاة على جثمان الفقيد الأمير سلطان بن عبد العزيز، ثم يتجهون إلى مقبرة العود لدفنه في المقبرة في جنوب المقبرة والتي تم تجهيزها منذ صباح اليوم، وسيكون بجوار قبر الملك فهد الذي ووري الثرى قبل 6 سنوات. الآن بدأت الصلاة كما تشاهدين وتلاحظين. الآن سيؤم الإمام المصلين بعد أن أمهم مفتي المملكة العربية السعودية في صلاة العصر، سيقوم الآن بالصلاة على الميت، ويظهر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وأشقاء، وهذا الأمير سلمان أمير منطقة الرياض، وسيكون هناك أيضا جميع أشقاء وإخوان الأمير سلطان بن عبد العزيز وأبنائه وأبناء إخوانه وأبناء عمومته، وعدد كبير جدا من المسؤولين والدبلوماسيين، وهناك أيضا عدد من الملوك والرؤساء وأصحاب السمو الذين قدموا للمشاركة في الصلاة. وكان يختلف عن صلاة الفريضة، هي 4 تكبيرات ثم يسلم وهو واقف تسليمة واحدة على اليمين، بعد ذلك تنتهي الصلاة يقرأ فيها الإمام الفاتحة ثم يصلي على النبي، ثم بعد ذلك يدعو للميت ولموت المسلمين. هذه هي السنة في اتباع صلاة الميت، ثم بعد ذلك يحمله أبنائه والمقربين منه. وكما تلاحظين بدأت الصلاة، بدأ المفتي المملكة العربية السعودية بتكبيرة الإحرام الأولى، وتلاحظين أبناء الفقيد موجودين في هناك، فهد بن سلطان وتركي بن سلطان واضحين في الصورة، الملك عبد الله وجميع أشقائي موجودين. والملك عبد الله كما تلاحظين يعني رغم التوصية الطبية باستمرار فترة العلاج في قصره، إلا أنه يحضر في مثل هذا الموقف الجلل، موقف أخوي مؤثر من رجل لديه ظرف صحي. كما تلاحظين أيضا في الصورة الأمير بندر بن عبد العزيز، وهو من الإخوة الكبار لولي العهد، حاضرا أيضا. منظر يعني بسيط ويحدث لكل مسلم في أصقاع الأرض، لا يوجد هناك طقس مختلف تماما عن ما نشاهده الآن. ممكن أن يشاهده أي شخص في العالم الإسلامي يعي تماما أن هذه هي المراسم التي تتم في أي بلد من البلدان الإسلامية، فما بالك في المملكة العربية السعودية وهي تتسنم زعامة الأمة الإسلامية.